أعلن مجمع سوناتراك عن تحقيق 6 اكتشافات للمحروقات اعتمادا على مجهوده الخاص خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. وجاء في بيان للمجمع أنه تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمجيد مسعود إثر حفر بئرين، كما تم اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي خلال عملية حفر، إضافة إلى تحقيق اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد مية الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حسي أرمل. وأضاف البيان أن هذه الاكتشافات تبرز حجم الجهود التي تبذلها سوناتراك في مجال الاكتشافات من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات، كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي في الجزائر.